السيدة جانجا شقيقة الراحلة سندريلا سعاد حسني، لأنه كنا اتكلمنا مع البدايات الأولى لشهر رمضان عن هل مسلسل عوالم خفية يتناول قصة سعاد حسني. طبعا هو بيتناول مجموعة من الموضوعات والقضايا المختلفة، لكن العمود الأساسي أو العماد الأساسي اللي ماشي عليه المسلسل هو الفنانة اللي بتكتب مذكراتها وتسقط من شرفة منزل مقتولة وتبتدي رحلة البحث عن من قتلها. يعني بتتضح بعض المشاهد، لكن السيدة جانجا قالت لي إنها هتتابع لنهاية المسلسل. أسألها يا مدام جانجا، أهلا بيكي. أهلا بك يا أستاذ وائل، أهلا وسهلا كل بك. سنة وأنت طيبة. طيبين. هل بعد ما شفت المسلسل في يقينك انه يعبر عن قصة سعاد حسني، ولا زي ما قال صناعه تابعوا المسلسل للنهاية هتلاقوا انه مفيش فيها قصة سعاد حسني؟ لا طبعا يا أستاذ وائل، هو واخد من القصة الأصلية بتاعت سعاد حسني وبدأ عليها الدراما بتاعته كلها، والأحداث حتى الأحداث اللي موجودة مش خارجة عن قصة سعاد حسني، لأن أنا كاتبة في كتابي إن قضية سعاد حسني تفتح قضايا كتير جدا غير قضية سعاد حسني. لو اتحلت قضية سعاد حسني تتحل مليون قضية تانية، لو أثبتنا وجود الأجهزة اللي هي هذه العمليات. فالمسلسل ما خرجش عن المنطلق ده خالص، يعني من اوله لاخره. وبعدين هو بدا اساسا بان في فنانه، هو الفنانه دي كانت يعني ما فيش فنانه حصل لها اللي بيتقال ده في المسلسل، بس هما مش عايزين يقولوا سعاد حسني مباشره. والله انا مش عارفه ليه، ولسه الناس خايفه، لسه هو النهارده في حلقة سعاد اليوم حسني كمان انها بالتفاصيل الحقيقيه بقى، يعني باللي موجوده في الكتاب بكل التفاصيل. طيب طب انت كده عملتي اتخذت موقف ولا عملتي ايه؟ أنا كنت مستنية لغاية آخر. سامعاني؟ طيب نحاول نجيب تاني. طبعا يا جماعه زي ما بقول لكم المسلسلات، يعني لو لخصت لكم قبل بقى ما نطلع الفاصل ونبتدي النقاش، اثارت غضب فئات مختلفه، وناقشنا كل ده معاكم من بداية شهر رمضان. غضب المحامين، غضب الأثريين حتى، غضب الصعايدة، غضب أهالي الفيوم، غضب أهالي بني سويف، بأشكال مختلفة. يعني مدام جنجا بتقولي أنت اتخذتي موقف، بتقولي مع المسلسل الأستاذ وائل ويبتدي يكتب دلوقتي الدعوة على المسلسل، طبعا على اساس ان في تفاصيل كتيره، وانا باخد حاجات كتيره من المسلسل على اساس ان اقدمها في القضيه بتاعتي. لا يعني انت عملت دعوة قضائية؟ يعني هتقدم يعني ان شاء الله بعد العيد، لان دلوقتي انت عارف القضاء وكده والعيد طب ليه يعني ما تتعاملي مع العمل انه عمل فني حتى لو اقتبس جزءا من حياة سعاد حسني؟ طب وليه يا استاذ وائل؟ طب وليه ان الواحد يقتبس حاجه واهلها موجودين والحقيقه موجوده والكتاب موجود والحقائق بتاعت مقتل سعاد حسني موجوده في الكتاب؟ ليه الاقتصاد بقى والتحايل؟ ما يدخلوا صراحه يعني للموضوع ويقولوا دي قصه سعاد حسني، هو ليه التحايل والتلاعب بالمواضيع؟ بس هو الحلقة اللي انا شفتها، يعني ان احنا نعمل لها النهارده يعني يحكي ماشية مع، يعني ان في حد كتب مذكراتها ووداها لمسؤول كبير، اللي هو انت شايفة انه في النهاية انه مذكرات سعاد انها قتلت من اجل ذلك، وانها الاشرطة حتى قتلت راحت ليه يا ليه استاذ وائل؟ طبعا طبعا قتلت بسبب انها كانت هتفضح ناس كتير، وقتلت بسبب ان الشرايط اللي هي سجلتها كلها اتسرقت. هاتولنا الشرايط ونعرف فيها ايه، ونقول لكم سعاد حسني ايه السبب الاساسي في الموضوع. حلوا قضية سعاد حسني وهنعرف الاساس مين اللي قتلها بالظبط، ومعاها هو الشرايط، وقتلها ليه؟ هو قتلها ليه؟ والشهود كلها وكل الحقائق بتدل على ان هي اتقتلت عشان كانت مسجله مذكراتها، وكانت اتفقت على المذكرات دي يا استاذ وائل مع الصحفي اللبناني عرفان نظام الدين، والاستاذ عرفان نظام الدين على قيد الحياه، واسالوه
ومع مخرج، وكانوا متفقين القناه خلاص اللي هتاخد الموضوع حصري وهتحطه حصري. كل المواضيع دي موجوده وموجوده في الكتاب، والناس دي لسه عايشه على قيد الحياه. اسالوها، واحنا بقول لكم ان انا بقول حاجه مش حقيقه والناس دي مش موجوده. طيب الناس دي موجوده، واللي قاموا بالعمليه دي كلهم لسه موجودين. بشكرك يا مدام جنجاء، الف شكر. هي بتقول يعني تاكد لحلقه اليوم النهارده هتلاقوا في الكلام عن ان مريم رياض سافرت لندن للعلاج، والدولة رفضت علاجها على نفقة الدولة، وانها كتبت مذكرتها، واللي كتبها وداها المسؤول كبير، اللي هو بيتطابق مع القصة اللي بتروج ان سعاد حسني قتلت لهذه الاسباب يعني. فالسياق ماشي بهذا الشكل يعني، لكن صناع المسلسل بينفوا تماما انها قصة سعاد حسني. بعد الفاصل كمان كان في غضب من نوع